اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه الثانيه اللي هنكون مع حضراتكم فيها في الاهلي الليله مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي كانوا متواجدين في العصر الذهبي للنادي الاهلي مع نجوم كتيره جدا كانوا موجودين وبطولات كتيره جدا ومدير فني قدير وكل الاهلاويه بيحبوه بيعزوه جدا هو مستر مانو جوزيه. لكن ضيفي وضيف حضراتكم اللي مشرفني ومنورني هو الكابتن رضا الوش. كابتن رضا ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا حبيبي؟ منور. نورك يا حبيبي والله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. قبل ما اتكلم معاك تعالى بقى نروح نشوف التقارير اللي محضرينه ليك ونرجع نكمل فقرتنا على طول. رضا الويشي هو أحد اللاعبين الذين انضموا للأهلي في أحد عصوره الذهبية تحت قيادة البرتغالي المخضرم مانويل جوزي. تألق الويشي في صفوف فريق السكة الحديد، سجل 13 هدف، ليقرر المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها حسن شحاتة ضمه للفراعنة في المعسكر الأول بعد بطولة إفريقيا عام 2006، لينضم بعدها للمنتخب الأولمبي بقيادة البرتغالي في إنجادة ليسجل هدفا في أول مشاركة له خلال أحد الدورات الودية. تألق الويشي في هذا التوقيت دفع عدة أندية للتفكير في التعاقد معه، حيث تلقى عروضا من المقاولون الإسماعيلي والزمالك، إلا أنه اختار الأهلي بحكم تشجيعه له منذ صغر ليبدأ معه موسم 2007-2008. انضم الويشي للأهلي وسط تواجد كوكبة من النجوم في خط الهجوم مثل عماد متعب، فلافيو، أسامة حسني، أحمد بلال، عبد الحميد حسن، الأمر الذي شكل صعوبة كبيرة في الحصول على فرص كثيرة وإن كانت له مشاركات عدة في البطولة الإفريقية. الرغبة في اللعب المستمر دفعت الويشي للتفكير في الانتقال إلى ناد آخر ليرحل عن الأهلي إلى المقاولون، محققا في هذا الموسم الذي شارك فيه 3 بطولات وهي الدوري، كأس السوبر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا. تألق الويشي في صفوف المقاولون، سجل 32 هدف في 3 مواسم بالدوري، لينتقل بعدها إلى الإنتاج الحربي ليتعرض لإصابة قوية، لينتقل إلى الدوري العراقي ليلعب في صفوف الطلبة ثم القوة الجوية ثم كربلاء، وتجربة قصيرة في الفيصل الأردني، بعدها عودة إلى السكة، منه إلى نادي جدة، وأخيرا عاد الويشي إلى مصر ليبدأ تجربة جديدة في صفوف إفسي مصر. على الرغم أن فترة وجوده في الأهلي كانت قصيرة لكنها كانت في عصر ذهبي، الأمر الذي جعلها عامرة بالأحداث والكواليس التي سيحكيها لنا رضا الويشي الذي يحل ضيفا على الأهلي الليلة. أهلا بحضراتكم من جديد، نبدأ الفقرة الحوارية الثانية مع الكابتن رضا الويشي أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر. كابتن رضا، يمكن انت ما لعبتش في وقت كان فيه سوشيال ميديا زي الفتره الحاليه، وبالتالي كتير من جمهور النادي الاهلي ما يعرفش رضا الويشي ازاي بدا. هل بداياته كانت في نادي السكه الحديد ولا كان في بدايه قبل نادي السكه الحديد؟ لا، كان في طبعا بدايه، انا بعتز بها جدا. نادي كهرباء الطلخه ده كان صاحب فضل كبير. اول نادي حضرتك بدات فيه؟ اول نادي لعبت فيه والحمد لله. يعني طب ازاي بقى، يعني ازاي لعبت في كهرباء الطلخه؟ هل بقى كنت موجود تلعب في فرق الناشئين؟ كنت بلعب من الناشئين في فرقه الناشئين من وانا صغير في النادي. لعبت الحمد لله وانا عندي 15 سنه كده، لعبت بديت العب بشكل مستمر وانا عندي 16 سنه، والحمد لله عملت معاهم انجاز كويس ان احنا صعدنا دور الترقي، المنافسه على دوري الممتاز. يعني انت كنت عندك كابتن 16 سنه لعبت فريق اول؟ كنت الحمد لله هداف الفريق، جبت 8 تجوان وصعدنا الحمد لله دور الترقي. ديت كانت طبعا 6 فرق، كان معانا المنصوره كمان صعدنا عليها وكانت موجوده كمان في المنصوره. عملنا انجاز كويس الحمد لله، معظم الفرقه راحت دوري ممتاز، انا ما يعني ربنا كان مقدر لي حاجه ثانيه احسن يعني. طبعا تاخرت شويه، رحت نادي السكه الحمد لله، يعني ربنا وفقني فيه، وكان نادي وشه كبير عليا طبعا مع الكابتن اسامه عرابي، ده من الناس اللي هي اصحاب الفضل الكبير عليا طبعا. بس اكيد قبل الكابتن اسامه عرابي، اكيد قبل نادي السكه، كان في مدير فني وهو اللي كانت عينه
اللي جاب رضا الويشي، هو اللي اختار رضا الويشي في كهرباء الطلخة ان هو يصعد فريق اول، او اللي هو اخذ رضا الويشي من مرحله الناشئين وبدا ان هو يكبر فيه ويبقى موجود في الفريق الاول؟ هل في اسم يعني من الاسماء اللي رضا الويشي يفتكرها كان ليهم فضل عليه في مرحله الناشئين؟ طبعا طبعا، يعني الكابتن نجاح حشيش ده طبعا هو مدربي في الناشئين، والكابتن طه عبد الجليل، دولت الناس دي تعبت معايا، لكن صاحب اللي خلاني لعبت في الفريق الاول وباستمرار كابتن حمادة نبيه، ده طبعا يعني ده اللي انا ثقه كبيره جدا، وانا بعتز ان انا مدرب كبير جدا طبعا معروف في المنصوره، واتمنى له ان ربنا يديله الصحه ودايما يبقى موفق دايما كده. يعني بعد كهرباء الطلخه رحت السكه الحديد، رحت نادي السكه. ازاي بقى المفاوضات تمت بين نادي السكه وكهرباء الطلخه؟ ازاي شافوا رضا الويشي؟ هل شافوه في دوره الترقي؟ وبعد دوره الترقي الاولى ليه اتخطف من كهرباء الطلخه؟ ولا من خلال موسم لعبته مع كهرباء الطلخه السكه الحديد او كابتن اسامه عربي خطف رضا الويشي من كهرباء الطلخه؟ لا، البدايه ان انا كنت كابتن اسامه كان ماسك نادي البلديه، نادي بلديه المحله، تمام، وانا كنت بلعب في نادي كهرباء الطلخه، تمام، فكان في ماتش في بيننا في فيصل ان هو لو البلديه كسب يصعد دوري ممتاز. طبعا انا الماتش ده كان مهم بالنسبه لهم، فلعبت انا الماتش ده الحمد لله كنت بلعب، هم كسبانين 2-0، جبت جولين وتعادلنا وما حصلش نصيب للنادي البلديه صعد نادي الاولمبي. فطبعا الكابتن اسامه طبعا عرفني من الماتش ده، كنت الحمد لله عملت موسم كويس طبعا مميز، وخلال الدوره الحمد لله اديت بشكل كويس، فده الكابتن اسامه مسك السكه طبعا كلمني، والحمد لله انا يعني اتمرنت مع الكابتن اسامه لان الراجل ساعدني كتير جدا في طبعا في حياه الكرويه، راجل محترم مدرب كبير، فطبعا يعني حتى كان بيساندني بشكل كبير جدا في الملعب، فطبعا صاحب فضل انا ما اقدرش ان طبعا. فاكر المبلغ اللي اتدفع فيه كام من كهرباء الطلخه؟ كان 100,000 يعني، ده طبعا ما كانتش، كان احمد شعبان بتاع بتروجيت لو تفتكر كان راح من كهرباء ل 50,000، انا اعتبر 100,000 دي كانت رقم كبير جدا، رقم كبير جدا يعني. كهرباء الطلخه كان بالنسبه له رقم ان هو يجيب في العيد 100,000 جنيه طبعا، او في اثنين لعيبه 150,000 جنيه احمد شعبان ورضا الويشي، ده كان رقم كبير جدا. طيب رحت السكه الحديد، كان عندك بعديها بكام سنه؟ كان عندك كام سنه في اول بدايتك مع السكه؟ انا مضيت 4 سنين في نادي السكه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 20 سنه. 20 سنه. فلعبت اول موسم الحمد لله كنت مضى 4 سنين وعامل شرط جزائي ب 500,000 جنيه. تمام. فلعبت الحمد لله اول 10 مباريات جبت 13 جون الحمد لله، عملت من الاول كده على طول حاجه كويسه الحمد لله. لا والله انا كان عندي حلم وكان عندي طموح ان انا طبعا نقله ان انت تيجي القاهره، ناس شايفينك اكتر زي ما انت قلت، الاعلام كان بيبقى قليل شويه طبعا في يعني عندنا في المنصوره الدنيا شويه، لكن طبعا كان المدينة. معظم الميديا كان على في مجموعه القاهره، والحمد لله انا جيت كنت مركز ان اعمل، كان في الوقت ده الاهلي كان بيلعب في الملعب نادي السكه، كان واخد الملعب وكان بيلعب عليه، فطبعا الحمد لله زي ما قلت لك كابتن اسامه ساندني، وانا كان عندي طموح ان انا ابقى حاجه كويسه، ان انا ابذل مجهود كبير، الحمد لله اجتهدت وحاولت بقدر الامكان ان اعمل موسم كويس في نادي السكه، رغم ان انا كنت خايف يعني، لعيب كان بياخد 200 جنيه طبعا شرط جزائي بنص مليون، قلت مش يعني، فالحمد لله لما رحت ما كانش ليك يا كابتن رضا وكيل، ما كانش ليك حد يتكلم مع نادي السكه، ولا كان في حد بيتكلم بالنيابه عنك؟ لا كان الكابتن لما جيت السكه انا كان الكابتن تامر النحاس هو اللي جايبني من كهرباء الطلخه. معرفتش تنزل الشرط الجزائي شويه؟ لا انا ما كنت، انا زي ما انت قلت كانت مجازفه، انا كنت طبعا انا بس انا كان الكابتن تامر النحاس طبعا هو كان اضرب بالوضع الحاجه دي، فهو انا ما كنتش طبعا اعرف الارقام دي كانت بالنسبه لي كبيره جدا يعني. فلما جيت الحمد لله اجتهدت زي ما قلت لك، واشتغلت الفتره الاولانيه في نادي السكه، ربنا كرمني ورحت المنتخب الاول على طول. يعني انت من نادي السكه ومن تالق مع نادي السكه، الكابتن حسن شحاته ضمك على طول للمنتخب الاول. رحت المنتخب. كان منتخب الاولمبي ساعتها كان موجود. كان موجود. كان مين مدرب المنتخب الاولمبي؟ كان فنجاده والكابتن مجدي طلبه معاه. فطبعا انا الحمد لله يعني كنت رحت معسكر كده يعني، مش ما كانش فيه ولا ماتشات ولا فيه تمرين ولا اي حاجه في المنتخب الاولمبي. يعني انت شايف لما رحت المنتخب الاولمبي الفتره القصيره اللي انت كنت موجود فيها، شايف ان انت اتظلمت او ما خدتش حقك، او ما كانش فيه تجربه حقيقيه رضا الويش ان هم مستر فنجاده يحكم عليها من خلالها، او يحكم عليك من خلالها؟ لا بالعكس، انا كنت شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي، لما تحط نفسك في من ال 50 لعيب اللي هم بتاخدوا المنتخب او الناس خلاص، بس انت ما كملتش بعد كده، مش مشكله، بس انت اسمك بقى موجود، تمام، الناس هتتابعك، ناس تشوفك، تمام، فدي كانت خطوه بالنسبه لي ان انا يعني الناس تبقى عارفين ان في لعيب اسمه رضا الويش مثلا في المكان ده مميز،
فدي كانت بالنسبه لي كويسه، فدي اللي خلتني ان انا احاول اجتهد. حتى كان في ناس كتيره في المعسكر زعلت مع كان الكابتن صلاح حسني اللي ماسك مدير المنتخب، فناس زعلت فانا والله العظيم قلت له كده، قلت له كابتن انا هاجي المنتخب ان شاء الله يعني قريب، يعني انا هلعب في المنتخب باذن الله. لما رحت المنتخب الاول يعني انت ما لعبتش في دوري ممتاز، تلعب في دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الاولى. الرهبه اكيد لما رحت المنتخب ان انت تبقى مع نجوم مصر مره واحده، اكيد الموضوع كان بالنسبه لك انت ما كنتش مستوعب اصلا لما الفاكس جالك. هل انت جالك فاكس استدعى على طول، ولا كان في تليفونات ومحادثات قبليها ان انت ممكن تكون في المنتخب الفتره اللي جايه فاستعد؟ ازاي السيناريو مشي؟ فاكس اتبعت للنادي واتفاجئت، ولا كان في طبعا، ولا كان في قبل كده يعني محادثات وتليفونات مع رضا الويش ان هو هيجي المنتخب الفتره اللي جايه؟ لا بالعكس، ده انا عمري طبعا ما انسى اليوم ده. طبعا انا كلمني الكابتن اسامه وقال لي المنتخب كابتن حسن شحاته هتروح المنتخب المعسكر الجاي. طبعا انا كنت بتفرج على المنتخب، كنا بنلعب كاس الامم الافريقيه هنا طبعا 2006، طبعا بتفرج زي حد يعني. فجاه لقيت نفسي راح معسكر مع منتخب مصر والاول، يعني مش حتى اللي هو في سني. فطبعا دي كانت حاجه كبيره بالنسبه لي. فاول يوم كنت خاف جدا جدا، يعني بنلعب مع ابو تريكه وبركات ومتعب والحضري والناس دي. طبعا انت كنت بتتفرج عليه، انت مش متخيل انت في المكان، يعني حتى المنتخب اللي في سنك انت ما مش متواجد فيه. فكنت خايف جدا اول يوم، كنت خايف بعد التمرين ما خلص. عمري في حياتي ما هنسى الكلمه دي، الكابتن حسن شحاته اللعيبه كلها واقفه قال لي تعالى، حط ايده كده على كتفي قال لي عارف انت فين؟ قلت له في منتخب مصر. قال لي عارف يعني ايه منتخب مصر؟ يعني اللعيبه دي كلها احسن لعيبه في مصر، انت لو مش كويس مش هتيجي هنا. ثاني يوم انا نزلت واحد ثاني خالص، بقى عندي ثقه كبيره في نفسي. الكلام المدير الفني مع اللعيب بيفرق. طبعا يعني نزلت واحد تاني خالص غير اللي كان موجود، عندي ثقه في نفسي. حسن كان قال لك كده بينك وما بينه، كانت هتبقى مختلفه ولا لما قالها لك قدام اللعيبه زود الثقه عندك؟ لا طبعا دي بتبقى مدير فني طبعا، يعني دي ثقه كبيره جدا لما يكلمك قدام اللعيبه غير بينك وبين ممكن يقولها لك عادي. بس طبعا هو المدرب الكبير يعرف يخرج الامكانيات اللي عندك صح، افضل حاجه. بس طيب اول يوم للمنتخب كنت خايف، لكن تاني يوم خلاص كنت واحد تاني خالص. طبعا. طيب لعبت مع المنتخب، كان في لقاءات وديه خلال المعسكر؟ لا اللي انت كنت موجود فيه. انا اتمرنت اسبوع لحد قبل الماتش. منتخب الاولمبي كان راح يلعب دوره في قطر. طبعا المنتخب الاولمبي شاف رضا الويش في المنتخب الاول، ما ينفعش يعديه، لازم يستدعيه ويستفيد منه. المنتخب الاولمبي طبعا مستر فنجاده شافك موجود فقال لك لازم يكون موجود معانا، لان طبعا هو كان شافنا قبل كده. بس طبعا ما زي ما قلت لك ما لعبناش ماتشات، ما لعبناش حتى تقسيمات، ما لعبناش اي حاجه، كان كله بس كده يعني حاجات تعارف وكده. فلما رحت المنتخب كان راح يلعب دوره فرحت الدوره الحمد لله. الدوره طبعا الدوره دي كانت الحمد لله. فاكر الدوره اللي لعبته ضد مين؟ طبعا لعبنا ضد بيلاروسيا. اول مباراه لعبت فيها نزلت احتياطي وجبت جون. ماتش خلص كام؟ خلص 2-0. 2-0 رضا الويش جاب هدف من الاثنين. فنجاده اداني التيشيرت ده اللي اول ده ماتش ليك، واداني التيشيرت ده التيشيرت ده ذكرى ليك. تحتفظ بيه بذكرى المباراة. والحمد لله لعبت الدوره واديت بشكل كويس، بدات بقى الانديه تفتح معايا كلام وكده. يعني والحمد لله. يعني بعد مباراه بيلاروسيا ولا بعد البطوله؟ بعد المباراه على طول. بدات يعني اول فرقه كلمني الاسماعيلي. كان المقاولين الاسماعيلي هو اول الانديه اللي فتحت معاك كلام، بعديها المقاولين. طب هل طبعا كان في وكيل اعمال الكابتن تامر؟ الكابتن تامر لا كان الكابتن تامر كان وكيلي خلاص من اول ما انا جيت السكه، كان هو اللي عامل العقد. عرفت بقى انت الكلام ده كله منين؟ من بعد المباراه الاولى ولا لما رجعت مصر بدات ان انت تعرف؟ بديت بقى الناس تكلمني شخصيا يعني. بديت بعد كده اكلمه الكابتن تامر لحد ما طبعا دخل في الموضوع النادي الاهلي. لا ما احنا باب النادي الاهلي عايزين نعرف، انت الاسماعيلي لما كلموك كان ايه رد فعلك؟ لا طبعا انا كان حلم حتى العب دوري ممتاز، يعني كان نفسي العب دوري ممتاز. وكنت والله العظيم يعني حاطط كده من اول حاجه النادي الاهلي، نادي الزمالك كده، الانديه اللي هي الكبيره طبعا. طول ما تلعب على الحلم الهدف الكبير. بس انت جالك الاهلي والزمالك واخترت الاهلي عن الزمالك. لا انا احنا عيله اهلاويه طبعا، والمنصوره طبعا كلها طبعا المنصوره يعني كلها كانت لسه معايا من كام يوم كان بيتكلم في نفس الكلام اللي انت بتقوله. يعني طبعا المنصوره كلها ماتش الاهلي والمنصوره ما تعرفش مين بيشجع اصلا الاهلي ومين بيشجع المنصوره. صح. فطبعا انا كنت بحب النادي الاهلي وانا صغير، وطبعا اتفرج عليهم والدي واخواتي كلها. انا اخواتي ما ينفعش اتفرج معاهم على ماتش بالذات ماتش الاهلي، ما ينفعش صعب
يعني صعبين في بصراحة، صعبين خالص يعني، ممكن اتخانق معاهم ممكن انا بهدي شوية، لكن هم ممكن كسر اي حاجة عادي يعني. دايما اللي بيلعب كورة بيكون اعصابه اهدى من المشجع اللي مش بيلعب كورة او اللي بيمارس كرة قدم. اللي بيلعب كورة بيبقى عارف ان هو يعني ممكن في اي لحظة الجون يجي، ممكن لو دخل فيك هدف تجيب هدفين، يعني بنشوف كتير جدا مع النادي الاهلي. لكن دايما لاعب الكرة بيبقى ليه شخصية مختلفة لما بيشوف المباريات. لكن انت كنت مميز ببنيان قوي، بنيان جسدي قوي، كنت محطة مهمة جدا سواء في منتخب مصر او مع النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي بقى مين اول واحد كلمك وايه اللي حصل؟ دايما في حاجات في الكواليس يا كابتن رضا مش بنعرفها غير لما بتكون موجود معانا، واول مره اكيد هنسمعها. اللي حصل في النادي الاهلي بقى مين اللي كلمك ومين بدا معاك الكلام وايه المحادثات اللي تمت ما بينك وبين النادي الاهلي؟ لا اول يعني اللي كلمني الكابتن عدلي القيعي، قال لي كلمتين بس في التليفون. انت رديت على التليفون بقى؟ انا رديت طبعا. انا كابتن عدلي القيعي. قلت له انت ايه؟ فطبعا ده كان في الوقت ده كابتن عدلي طبعا يعني هو في كل الاوقات كل لا في الوقت وحش. في الوقت ده كان جول. جايب لعيبه، كان جايب ابو تريكه وجايب الناس دي طبعا، كان جايب لعيبه. قال لك انا في التليفون انا باشمهندس عدلي القيعي، بس قال لي تحب تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ طب انت صدقته في الاول ان هو فعلا عدلي القيعي ولا ممكن يكون؟ لا انا صدقته لان كان في كلام، والكابتن اسامه كلمني، يعني الكابتن اسامه كلمني قال لي انا عايزك تركز، احنا كنا بنلعب على صعود للدوري الممتاز، قال لي مش عايزك تستعجل. وكان بين الدورين جالي انديه كتيره جدا، وكنت اقدمه اللي هم يدفعوا شرط الجزاء وكده. كابتن اسامه ما رضاش يمشيني، قال لي مش هتمشي، قال لي اصبر عشان هتروح حاجه كويسه وكده. انا ما كنتش طبعا، هو اكيد كابتن اسامه عرابي علشان بس المشاهدين يكونوا معانا على اكيد، هو كان يعرف اكتر مني يعني، طبعا مدرب في النادي الاهلي وشاف ان انا كنت الحمد لله مميز معاه واجتهدت بشكل كويس، فساعدني وصراحه ساعدني بشكل كبير جدا ان انا حتى كان لي فضل ان انا اروح نادي الاهلي. باشمهندس عدلي القيعي كلمك قال لك تحب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له طبعا احب العب. قفل معاك بعد كده؟ بس راحوا كلموا نادي السكه، والشرط الجزاء كان 500 دفعه 600، والحمد لله الامور يعني مشيت بشكل كويس يعني. وانتقلت للنادي الاهلي. تمام. رد فعل البيت عندك كان عامل ازاي؟ كلمتهم قلت لهم انا ولا صبرت لحد ما دخلوا في الجد وبعد كده عرفت الـ لا انا عندي ابويا وامي طبعا، ده ينفعش، لازم اقول لهم كده. بالذات يعني ابويا تعب معايا كتير جدا، كل ماتشات كان بيجي معايا، كل ماتشات يعني هو كان بيديني حافز كبير جدا. يعني انا ما اتذكرش في يوم ان ابويا جه اتفرج معايا على ماتش وانا ما اقل حاجه اتنين او ثلاث اجوان نجيب في المباراه. يعني ده التميمه بتاعتي. وش حلو. طبعا. وانا هتقدر معاك كل الماتشات ده. وانا دايما يعني ما احب اروح مكان امضي فيه لازم يكونوا موجودين معايا. يعني دولت ما ناس صحاب فضل كبير عليا، ربوني وتعبوا معايا وشيهو، فطبعا دولت ما يعني لازم دولت اول ناس اشيلهم في عينيا طبعا. طيب عرفت اهلك قلت لهم الاهلي بيكلمني، طبعا رد فعلهم اكيد كانوا مبسوطين ان النادي الاهلي بيكلم ابنهم علشان يكون موجود معاهم الفتره اللي جايه. خلصوك ب 600,000 جنيه كالعاده، مضيت العقد طبعا. اكيد انا متوقع ان انت ما اتكلمتش في اي تفاصيل، مضيت العقد على بياض. ما اعرفش وخلاص. بس ويعني مضيت العقد 4 سنين وانا ما يعني الاتفاقات دي ما اعرفش بقى اللي حصل فيها وكده يعني. طيب اول يوم ليك في النادي الاهلي احكي لي بقى، اكيد كان يوم مهم، اكيد الليله اللي انت قضيتها قبل ما تروح النادي الاهلي كانت ليله صعبه جدا عليك. اكيد قلق في النوم، هتروح بكره مع نجوم مصر كلها اللي انت كنت موجود معاها مع منتخب مصر. لكن الفتره اللي انت كنت موجود فيها مع المنتخب اكيد دي خلت يبقى في علاقه بينك وبين لعيبه النادي الاهلي، معظم اللعيبه اللي كانت موجوده. اول يوم مين راح معاك النادي والتمرين؟ مستر جوزيه ازاي استقبلك واللعيبه ازاي استقبلوك؟ دي حاجات مهمه على فكره، ما يعني ما احسهاش غير لعيب الكوره. أنا اصلا ما كنتش عارف انام الصراحه زي ما انا قلت لك يعني، لان التمرين كان الساعه 9 الصبح، دايما كان تمرين الاهلي الساعه 9 الصبح. مستر جوزيه كان يصلوا الفجر ويتحركوا على النادي يتجهزوا علشان ينزلوا الملعب. فطبعا انا ما نمتش يعني، صليت الفجر برضو، رحت النادي، كنت انا ويعني ده صاحبي واخويا واشد عمر، ده اسمه عمر اخو مرات يعني، ده يعني معاه في اي مكان، ده اللي كان جمع النادي في اليوم ده. اول اثنين قابلتهم كان ابو تريكه وائل جمعه، اول اتنين كده على الباب في النادي، لكن دولت طبعا بيفتحوا النادي. هم اللي بيفتحوا النادي، هم اول اتنين موجودين في النادي، هم بيفتحوا النادي اصلا. انت رحت الساعه كام؟ تمرينك كان 9، انت رحت كام؟ انا رحت الساعه 7 شويه، 7 وشويه. 7
اه طبعا يعني ما طبعا انا كنت في مدينه نصر والمشوار طبعا المشوار بقى هيبقى بدري احسن تمام. فطبعا قابلتهم يعني نجمين كبار ما حسيتش ان انا من اول يوم غريب الصراحه يعني. استقبلوك طبعا ورحبوا بيك حاجه فطروك ولا لا؟ لا طبعا ده شفت ابو تريكا اساسي انا عارف ابو تريكا لازم الفطار ده اساسي يعني. فما حسيتش من اول يوم فعلا ان انا واحد جديد او غريب. حسيت ان بتعامل مع نجوم كبار وفي نفس الوقت الناس متواضعه جدا. استفدت منهم وتعلمت منهم يعني وضافوا لي حاجات كتيره جدا في المعامله مع الناس الاصغر مني والاكبر مني. ده كان اول اتنين انت قابلتهم في النادي الاهلي. تمام. مستر جوزيه بقى لما قابلته هل كان في التدريبات او في التدريب ولا جابك في الاوضه مع المترجم وبدا ان هو يتكلم معاك علشان يكون في كلام ما بينكم قبل ما يبدا الحصه التدريبيه؟ لا هو رحب بيا في الاول بيني وبينه. بعد كده نزلنا الملعب اتكلم الحمد لله يعني بشكل كويس وقال لي يعني انا طبعا تعرف كان في ناس كتيره موجوده ناس طبعا فيلافيو متعب وصعب اللي متعب وكان بلال واسامه حسني كان حتى ما رحت كان لسه اسامه حسني كان واخد جاب كاس مصر 4-3 متعب هداف الدوري فيلافيو كابتن احمد بلال عبد الحميد حسن. فطبعا المنافسه تبقى صعبه جدا. بس انا ما كنتش الحمد لله حاطط في دماغي الكلام ده يعني كنت الحمد لله رايح عند سوجا زي ما انت قلت كده. موضوع ان انا رحت المنتخب ولعبت الحمد لله وان انا لعبت من وانا صغير مع ناس اكبر مني فدي كانت الحمد لله كنت مستفاد بيها بشكل كبير جدا يعني. مين من اللعيبه اللي كانت دايما بتتكلم مع رضا الويشي وبتدي له نصايح في جوه النادي الاهلي يعني لعيبه الفريق الاول مين كان اكتر واحد بيدي نصيحه لرضا الويشي او رضا الويشي دايما لما بيكون عنده مشكله او عايز ياخد رايه او يستشيره كان بيروح له؟ كان كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس يعني شخصيه محترمه جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا طبعًا وكوتش كبير طبعا يعني وقائد جوه الملعب. يعني انا كنت بحبه جدا جدا وكنت حتى ما عايز اتكلم في اي حاجه اتكلم معاه. فطبعا وغير كده اللعيبه كلها الصراحه كانت على اعلى مستوى. انت تتكلم مع كابتن اسلام الشاطر كابتن عماد متعب ابو تريكا كابتن بركات ناس كبيره احمد فتحي ناس انت اي حد من المجموعه كلها لعيب كبير لوحده فرقه لوحده لا رغم كده تلاقي صوره واحده و... عارف مين ده؟ اه طبعا القناص ده بس كان شكلك متغير كان شكلك بقى اصغر ويعني كنت شاب فعلا كنت لسه كان عندك كام سنه؟ كان عندي لسه 21 سنه 21 سنه يعني 21 سنه احنا بنتكلم في عمر كبير جدا صوت طبعا الكابتن رضا الويشي مع الكابتن عماد متعب. لكن عايز بما ان احنا بنتكلم على النصيحه ولسه هكمل معاك مشوارك في النادي الاهلي عايز منك نصيحه للصفقات الجديده اللي النادي الاهلي تعاقد معاها الفتره الاخيره تقول لهم ايه بما انك دلوقتي في مكان الكابتن مثلا ابو تريكا او كابتن وائل جمعه في اول يوم دخلت في النادي الاهلي هم اخذوك ورحبوا بيك واتكلموا معاك واكيد نصحوك نصيحه غاليه ايه النصيحه الغاليه او ايه النصيحه المهمه اللي ممكن رضا الويشي ينصح بيها كل الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها في شهر يناير الفتره الحاليه؟ لا هو طبعا بص يا كابتن عمر دلوقتي اي لعيب بيخش النادي الاهلي هو طبعا زي ما انت عارف بقى فرد من النادي الاهلي خلاص. فطبعا اول حاجه قالوا ان انت بقيت فرد من العيله بتاعه النادي الاهلي فكرش غير في النادي الاهلي بس. فطبعا دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. دايما كنت اشوف حتى اللعيبه اللي تطلع بره ال 18 ما فيش حد زعلان صح كل فرقه همها واحد بس هي البطوله. انت تلعب مع ناس كبيره زي ديت ويعني زي ما قلت لك لو اي مدير فني تاني كان ممكن يحترم على اللعيبه دي بالعكس كان في منظومه في تكاتف عشان كده كان في نجاح. لكن الفتره اللي فاتت دي يعني في شويه لخبطه شويه تخبط. بتمنى ان اللعيبه اللي جت دي ان هي زي ما النادي الاهلي قدرها وسعى ان يجيبها لان ده طبعا انا النادي الاهلي جايبك دلوقتي في وقت محتاجك صح. فان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه. هما لعيبه كبيره ولعبة كويسه بتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا قد المسؤوليه وربنا يوفقهم اهم حاجه. دي كانت نصيحه من الكابتن رضا الويشي للاعيبه النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه او اللعيبه اللي لسه النادي الاهلي متعاقد معاها. زي ما شفنا او سمعنا رايه تعالوا نروح ونشوف رساله الجمهور للاعيبه النادي الاهلي ونرجع نكمل فقرتنا الحواريه مع الكابتن رضا الويشي. انا
اهم حاجه يبعدوا عن الضغط الجماهيري والكلام ده كله، ويركزوا في الملعب وما لهمش دعوه بالفيس ولا التويتر ولا الكلام ده كله، يركزوا في الملعب وبس. وان شاء الله بروح البطوله، بروح الفلانه الحمراء ان شاء الله، الدوري اهلاوي باذن الله، ودار الابطال يرجع باذن الله. المفروض ان هم يهتموا بالتمرين وما ياثروش فيه، وبعدين هم بيلعبوا في افضل نادي في يعتبر في افريقيا، النادي الاهلي، وان هم ما ياثروش ويهتموا بالتمرين، ويقدروا ان هم بيلعبوا في نادي كبير، ويقدروا تيشيرت النادي الاهلي طبعا. وكل اللعيبه اللي جت كويسه، ولاعيبه محترمه، ولاعيبه يعني على قمه احترافيه كويسه، فمحتاجين منهم اكتر من كده بكتير. العب بروح الفلينه بس، هتلعب لوحدك، هتلعب تلقائي، لكن غير كده مش هتبين نفسك، لازم تلعب بروح الفلينه اللي انت لابسها وتعرف قيمتها بس، مش اكتر. لكنك تلعب كده لا، ما ينفعش. انصحهم ان هم يجتهدوا في الملعب ويلعبوا في التدريبات بجديه، وان شاء الله ربنا يوفقهم. لسه مكملين فقره الحواريه الثانيه مع كابتن رضا الوشي. كابتن رضا، النادي الاهلي خلاص اتمرنت وبقيت موجود مع الفريق الاول، اول مباراه بقى لعبت او اول مباراه كنت موجود في السكور شيت في النادي الاهلي، كانت مباراه ايه وكان ايه احساسك؟ يعني هل كنت مستعجل علشان تلعب، ولا كانت الامور عارف ان انت واحده واحده وبالهداوه كل حاجه هتيجي؟ الموضوع مش ازاي؟ انا اول مباراه ليا كانت اسمنت السويس. اسمنت السويس كنت نازل فيها تغيير اخر الشوط الاول. تمام. كانت النتيجه 0-0. تمام. والحمد لله انا نزلت اديت بشكل كويس، كسبنا الماتش ده تقريبا 1-0، الكابتن شادي محمد ضرب الجزاء. تمام. الحمد لله عملت ماتش كويس، يعني حتى مستر مانويل اشاد بيا الحمد لله ان انا اديت بشكل كويس. الحمد لله كان نفسي اعمل حاجه كويسه، والحمد لله كان ربنا موفقني في الماتش ده. فكنت ممكن اجيب جون في الماتش ده، كره جت في العارضه، والحمد لله. طبعا يعني كان ماتش بالنسبه لي عمر ما انساه، اول ماتش بالبدايه، والحمد لله ان انت اديت بشكل كويس. فكانت دي كنت حاطط بنفسي ان دي البدايه ليه. جيت بعد كده يعني ما لعبتش، ما شاركتش بشكل مستمر، لكن معظم المشاركات كانت بتبقى في بطوله افريقيا. وكان هو الراجل الحمد لله كان عنده ثقه فيا كبيره جدا، اقول لي اصبر انت صغير لسه، ما تستعجلش، انت مش متعب، بركات الناس هتظبط. يعني الناس بيتكلم معاك مستر مانويل على طول. طبعا يعني كان بيقول لي ما تستعجلش، اصبر شويه، انت يعني طبعا الجمهور مش هيصبر عليك انت طبعًا، لان طبعا انت متعب، وابو تريكه والناس دي عندها رصيد، يعني انت لعيب كوره عارف، يعني اللعيب يكون عنده رصيد صح، ممكن الجمهور يتقبله في ماتش 2-3، لكن انت بتكون لسه في البدايه طبعا، الناس لسه ايه. فكان دايما يتكلم معايا، وكنت بعتز ان هو يعني كان ياخدني تمرين لوحدي مرن، لكن زي ما قلت لك الواحد كان عنده طموح وان هو يبقى حاجه كويسه. ف طيب عايزه يعني اخدك لنقطه، الضجه الاعلاميه اللي كانت موجوده في انتقال رضا الوشي للنادي الاهلي واول مباراه لي، اكيد انت لاحظت ان في ضجه اعلاميه، وان الموضوع طبعا مختلف تماما عن وجودك طبعا، مع كل الاحترام والتقدير لنادي السك الحديد او نادي كهرباء الطلخه، لكن انت بقى كنت حديث الساعه، يعني اكيد حديث الانتقال من نادي السك الحديد للنادي الاهلي ب 600,000 جنيه، ده كان رقم كبير في الوقت اللي كانت فيه التنقلات. لكن اتعاملت ازاي بقى مع الاعلام، والوضع كان جديد عليك، ما كنتش متعود، لكن الوضع بقى اختلف، رضا الوشي ازاي تعامل مع الاعلام او الضجه الاعلاميه في الوقت السابق؟ لا طبعا انت لعيب بتبقى مغمور، وفجاه تلاقي نفسك الناس كلها بتتكلم عليك. طبعا دي كانت ضغط كبير جدا عليا، كنت بتمنى ان الواحد بيكون اي وقت في الاوقات ان الواحد يجتهد ويقدم نفسه بشكل كويس، لكن طبعا زي ما قلت لك الفرصه ما كانتش متاحه بشكل كافي يعني. لكن طبعا انا بعتز ان انا لعيب في النادي الاهلي، ودايما الناس تقول لك لعيب سابق في النادي الاهلي، دي طبعا حاجه كبيره، ولعبت مع ناس كبيره استفدت منها في حياتي اللي بعد كده. فدي الواحد عادي يعني، الحياه بالنسبه لي الحمد لله عاديه خالص يعني. بس طبعا تروح بقلب طبعا الامور مختلفه خالص. اكيد طبعا، اكيد تمشي في الشارع طبعا الامور مختلفه. طبعا الواحد كان بيحاول بقدر الامكان هو يعني يبقى على قد ثقه الناس فيه. احرزت 3 بطولات مع النادي الاهلي اعتقد، بطوله الدوري وبطوله افريقيا، هم اغلى بطولتين اعتقد حققتهم. عايزك تتكلم معايا اكتر على البطولات بقى،
كان ايه احساسك بعد احراز اول بطوله؟ واكيد بطوله افريقيا الوضع مختلف، ان انت تحقق لقب النادي الاهلي محققه يمكن عدد مرات، يعني هو طبعا اعلى نادي في افريقيا واعلى نادي في مصر يحقق البطوله الافريقيه، لكن انت لما تحقق اللقب الافريقي اكيد الوضع مختلف على مدار تاريخك. تقول انا واحد من اللعيبه اللي حققوا بطوله افريقيا مع جيل من اجيال النادي الاهلي. طبعا ده انجاز كبير بالنسبه لي، والحمد لله طبعا التاريخ طبعا ما تقدرش تغيره، فطبعا دي كان شرف كبير ليا ان انا اخد، كانت اول بطوله ليا السوبر المصري. كان الحمد لله كنت متواجد، خدناها الحمد لله، ولعبت في المئويه بتاعت النادي الاهلي تمام في ضد بنفيكا الحمد لله. فطبعا الحمد لله ده حاجات كتيره جدا طبعاً جدا طبعاً جدا بالنسبه لك كلاعب وقدام اسرتك، فتبقى حاجه كويسه جدا يعني سي في كويس محترم. وده زي ما قلت لك انا سعيد جدا جدا ان انا لعبت مع الجيل ده. طبعا الجيل ده عمر ما حد في مصر يقدر ينساه. لا طبعا اكيد طبعا واحد من الاجيال اللي ليه يعني فضل طبعا يعني انا كنت بتمنى ان الجيل ده يلعب كاس عالم. يعني الجيل ده كان لازم يلعب كاس عالم ما حصل يعني ربنا ما أرادش، لكن هو يعني ربنا اداهم ثلاث بطولات افريقيه طبعاً. مباراه ايطاليا، مباراه البرازيل في كاس القارات، ده حب الناس طبعاً الناس كلها بشكل كبير جدا طبعاً. كان ممكن يروحوا كاس عالم ويحصل نتيجه عكسيه كانت ممكن تضيع كل المجهود اللي كانوا بيبذلوه خلال الست سنين اللي كان متجمع فيهم المنتخب. اكيد اكيد طبعا. طب بطوله الدوري يعني اكيد ايضا بطوله، ان انت تحقق بطوله الدوري اكيد الوضع كان مختلف معاك، شيء بتعتز بيه، لكن عايز اتكلم معاك واقول لك او اعرف منك ايه اهم المباريات اللي في بطوله الدوري العام اللي شاركت بيها مع النادي الاهلي يعني مش قادر تنساها، او كل ما حد يجيب لك سيره الدوري المصري اللي حققته مع النادي الاهلي تفتكر المباريات؟ كان في ماتش المحله دايما الغزل المحله والاهلي، ده كنا بنلعب المحله في المحله وكسبنا بجون الكابتن بركات. طبعا الماتش كان صعب جدا جدا يعني علينا، وده كان ماتش مهم جدا والحمد لله كسبنا. وماتش اللي كان اللي بعده ناخد فيه الدوري كان بلديه المحله، المحله وبلديه المحله، فكسبنا الحمد لله وخدنا الدوري قبلها بخمس مباريات. فطبعا دي كانت حاجه كنت سعيد جدا جدا دي تاخد دوري عام، وكان يعني مش عايز اقول لك فرحه الواحد باول بطوله دي بتبقى حاجه كويسه، وان انت بتلعب وانت بتشارك وده ومع النادي الاهلي، نادي كبير والنادي عظيم يعني، وكان اي حد في الوقت ده اتمنى ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. بعد ما الاهلي حسم البطوله قبلها بخمس اسابيع اخذت وعد ان انت هتشارك في الخمس مباريات او اخر خمس مباريات في بطوله الدوري، ايه اللي حصل بقى بعديها؟ انا الدوري الخمس مباريات بعد ماتش البلديه كلمني مستر منور قال لي انت ان شاء الله تلعب الخمس مباريات الجايين دولت يبقوا استعدادين الموسم الجديد الجاي. هو طبعا سافر، كان الكابتن حسام البدر اللي ماسكنا، فلعب اول ماتش كابتن اسامه وثاني ماتش كابتن اسامه، فطبعا انا زعلت شويه يعني، فقلت ان شاء الله ان انا يعني خدت كده قرار بيني وبين نفسي، هو كان متسرع شويه ان انا امشي يعني العب في مكان تاني. فرحت جربك على اطراف الملعب او جربك مش ما لعبتش خالص في ملعبتش، لكن هو كان بيجربك في التدريبات. انا كنت اصلا بلعب مع كابتن اسامه مهاجم ناحيه الشمال تمام، مع كابتن اسامه مش مهاجم صريح، مع يعني كابتن اسامه عرابي في السكه تمام، مش بس الناس ما يتوهش منها الاسماء. كنت بلعب في اصلا مع السكه مهاجم ناحيه الشمال، انا بلعب بثلاثة قدام نفس لما كان جوزي بيلعب بلافيو ومتعب وابو تريكا حدش كان بيعرف يعني ابو بركات ساعات. انت كنت بتلعب مهاجم شمال، كابتن حسام كان بيوظفك في مكان؟ لا 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 بالعكس، انا ما لعبتش اصلا خالص مع الكابتن حسام. طب ايه اللي حصل بقى؟ رغم ان الكابتن حسام يعني من الناس اللي بعتز بيها جدا، اكيد مدرب محترم عنده شخصيه دايما بيحب شغله، ده دي طبعا واحد ما قدرش، لكن دي ممكن تكون وجهات نظر يعني الكوره. يعني هو انت الخمس مباريات لعبت منهم كام مباراه؟ ما لعبتش ولا واحده. ولا واحده ولا مباراه. طيب قررت ايه بعديها؟ ايه اللي حصل بعديها؟ خدت قرار ان انا امشي يعني امشي اطلع ربيع وشراء اي حاجه بس انا امشي العب يعني، ده كان كان عندي كده اصرار ان انا العب وكده. فكلموني المقاولين الحمد لله الناس كانت محترمه جدا، طبعا نادي كبير جدا، نادي محترم، فربنا وفقني ان الامور مشيت بسهوله يعني. يعني انت لو رجعنا يعني دقيقه ورا هنلاقي انك قلت قرارك كان متسرع ان انت طبعا طبعا تمشي من النادي الاهلي. هل كنت شايف او لو الزمن رجع بيك تاني ورا وكان ليك حريه الاختيار ان انت تمشي عن النادي الاهلي او ان انت تستنى
لحد ما تحصل على فرصة حقيقية، كنت ممكن تختار ايه؟ لا كنت استنى، لان كان زي ما قلت لك كان مستر مانول يعني كان مقتنع بيا رأيي، يعني مش هقول لك مش مقتنع بيك، هو مقتنع بيك. كان طبعا كنت لسه صغير، قرارات طبعا متسرعة، ف كانش في حد بتستشيره في الموقف اللي زي ده؟ ما كانش يعني بالنسبة لي المجتمع يعني ليا صحاب كتير، يعني تامر والدك ما كانش ليا صحاب كتير ما اقدرش اتكلم، فانا خدت قرار كده بيني وبين نفسي الصراحه، خدت شنطتهم ومشيت. طب مستر مانويل جوزيه ما استنيتش لحد ما يرجع وتتكلم معاه؟ لا انا مشيت بقى، يعني انا مشيت، كان خدت يعني مشيت وكلموني المقاولين، كلمت كابتن حسام واتفقت معه كده يعني. الحمد لله الامور مشيت كويس، بالعكس يعني انا رحت المقاولين استفدت بشكل كان جديد. اعاره ولا بيع نهائي؟ لا رحت بيع نهائي. كان دفع فيه كام المقاولين؟ دفع فاكر الرقم اللي المقاولين دفعوا فيه؟ حوالي 400,000 او 500,000. 400,000 تعاقدت مع نادي المقاولين لمده كام سنه؟ ثلاث سنين. شاركت معاهم لما رحت معهم طبعا معاهم، شاركت من اول مباراه كنت موجود، اول مباراه لعبت معاهم جبت جونين، كسبنا 2-0، جبت جونين في طلع الجيش. الحمد لله الموسم ده خدت ثاني هدف الدوري مع ورا كابتن بركات. فالحمد لله انا في ثلاث سنين أديت بشكل كويس مع نادي المقاولين ومن هدفين الدوري وكنت مرتاح جدا جدا. نادي برضو ناس نادي محترم. هسألك سؤال صعب أختبرك فيه، فاكر كم يعني كم عدد الأهداف اللي أنت سجلتها مع المقاولين في الثلاث سنين اللي كنت موجود فيهم؟ أنا عارف أنا شفت لا ممكن مثلا في الثلاثينات كده يعني، يعني كل ماتش كل سنة مثلا جبت 12 في مرة، في 9 مرة، 11. 32 هدف ده كان معدل أهدافك مع نادي المقاولين، وأنا أعتقد إن هو معدل يعني معدل كويس مع نادي المقاولين ونادي محترم عنده إدارة محترمة وعنده مدربين محترمين. لكن بعد المقاولين يعني أنت كنت مفروض بعد الثلاث سنين دول تألقت معاهم خلاص، مفروض إن أنت هتجدد معاهم العقد، ايه اللي حصل؟ انا ما جددتش العقد الصراحه، رحت كلمني الكابتن اسامه كان ماسك الانتاج. طبعا انا حبيبك كابتن اسامه، انا بحبه جدا يعني، انا قلت لك انا الحمد لله يعني من وانا صغير ربنا يعني وربنا ان الواحد يعمل معاك موقف كويس او يقف معاك ما تقدرش تنساه بسهوله. فراجل كلمني وقال لي انا محتاجك في الفرقه وكده، رحت الحمد لله لعبت معاهم بين الدورين. رحت الحمد لله جبت جون، قعدوا في الدوري، كنا ماتش الجونه جبت الجون ده الحمد لله، قعدوا في الدوري في السنه دي بالجون ده. والحمد لله اديت معاه بشكل كويس نص موسم، كملت معاه. بعد كده رحت التليفونات، كان هو مشي وانا رحت التليفونات بني سويف. كان لسه صاعد دوري ممتاز، وكان معانا بقى كابتن شادي ومحمد غنام سلطان، وكان اهلي وزمالك في التليفونات. فالدوري حصل مشكله يعني، بس عشان نوقف بس عند نادي الانتاج الحربي، انت لعبت معاهم فتره قد ايه؟ نص موسم. بعد كده مشيت انا، رحت التليفونات بني سويف، كان لسه الفريق صاعد من دوري الدرجه الاولى للدوري الممتاز. تمام. وكان التليفونات بني سويف ماليا كان بيقدر يدفع فتعاقد مع نجوم كتير. طبعا. قد ايه لعبت قد ايه مع تليفونات بني سويف؟ احنا لعبنا 5 ماتشات في السنه دي، وبعد كده الدوري توقف. بعد كده رجعت الانتاج تاني مع كابتن اسامه. يعني من الانتاج نص موسم للتليفونات بني سويف 5 مباريات، بعديها عوده مره ثانيه للانتاج. كان مين مدير فني؟ كابتن اسامه عرب. طيب بعد الانتاج اللي طبعا كان فيه توقف للمسابقه وبعديها المسابقه رجعت، كملت مع الانتاج قد ايه بعد ما رجعت؟ ما كملتش معاهم يعني، لعبت حوالي شهر فتره الاعداد، لعبت مباراه، نزلت الملعب، جالي كسر في عظمه المشيه الخامسه اللي هي في الانكر رجلي دي. قعدت 5 شهور، رحت النادي ما لقيتش نفسي متأيد في النادي. يعني انت بعد الاصابه رحت نادي الانتاج الحربي ما لقيتش نفسك؟ قبل الاصابه يعني، قبل الاصابه انا كنت خلاص متأيد في النادي. لما اتصبت رحت بقى سمعت، محدش بلغك حتى على الاقل؟ قال لك انت الفتره دي احنا مش هينفع نأيدك؟ لا محدش كلمنا، انا عرفت كده يعني. طب كنت كان حتى كابتن اسامه كلمني وكان زعلان جدا، كان برضه ما يعرفش. يعني كان ليك مستحقات؟ كنت بتقبض؟ كنت بتاخد فلوس؟ لا فلوسك؟ ما كناش لسه كان لسه في فتره الاعداد في البدايه، والعقد العقود اللي كانت لسه ما توثقتش في الاتحاد اساسا يعني. طيب رجعت الانتاج قالوا لك ان انت مش متأيد، لقيت نفسي مش كان ايه رد فعلك بقى؟ لا والله حمدت ربنا ان خير ليا يعني، ما حتى كابتن اسامه كان زعلان جدا، قلت له ده خير والحمد لله يعني ما فيش مشكله، ومشيت وما كنتش زعلان بالعكس. كان اصلا كده ما كانش فيه لعب اصلا. قرارك كان ايه؟ قرارك كان ان انت تاخد تجربه الاحتراف بقى او لا؟ انا قرار الاحتراف ده سبحان الله جه يعني، ربنا زي ما بقول لك كده عوضك خير يعني. جيت تاهلت ورجعت وكان الكوره لسه ما مشيتش في مصر، كلمني واحد من العراق وانا عايزينك وكده. طبعا رحت،
رحت على الدوري العراقي؟ رحت الحمد لله، يعني ربنا عوضنا احسن من النادي اللي انا كنت فيه كماديا او معنويا، والحمد لله مشيت كويس معهم، خدنا كاس غرب اسيا، وهم بيلعبوا كانت فرقه عسكريه يعني بتاعت الجيش، خدنا كاس العالم عسكري، فالامور كانت الحمد لله كانت كويسه بالنسبه لي في العراق يعني. كابتن رضا، يمكن الوقت بيجري معاك بسرعه، لكن قبل ما الوقت يجري عايز اخد من وقت الحلقه وكلامي معاك، عايز اتكلم على النادي الاهلي وعلى مباراه امس اللي كانت قدام شبيبه الثوره الجزائري، والنادي الاهلي بيتعادل 1-1، ونقطه ثمينه جدا في ظل الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، في ظل غيابات اصابات مركز راس حربه. عايز اعرف رايك بشكل عام، شايف ازاي مباراه الاهلي وشبيبه الثوره في دوري ابطال افريقيا؟ يعني مجملها ما كانش وحش يعني. طبعا انت بتتكلم في ناس، ياسر ابراهيم لعب، حسين الشحات طبعا، ففي ناس استفدت منها، عوده اجايه دي برده مهمه جدا في ظل الوقت ده اللي النادي محتاجه. فبتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى فتره كويسه جدا للنادي الاهلي، والصفقات اللي جايه دي تضيف كتير للنادي الاهلي. وطبعا انا بحيي اتنين لعيبه انا شايفهم الفتره اللي فاتت استحملوا كتير، وحاسس ان هم فارقين مع النادي الصراحه، ناصر ماهر وكريم نيدفيد. كريم نيدفيد ده ومحمد هاني كمان، ومحمد هاني في مركز المساك او الظهير اليمين، ده حاجه يعني كابتن انا بجتهد. كابتن رضا، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وقلت انك بتشكر اللعيبه اللي الفتره اللي فاتت مستحملين وعليهم ضغوطات. عايز بقى منك رساله للجمهور، جمهور النادي الاهلي، الجمهور الواعي، الجمهور اللي بيقدر لعيبته، اللي ممكن يكون في ظروف وضغوطات على لعيبه صغيره في السن، ممكن يكون هم لسه مش متعودين، هو فجاه لقى نفسه وانا شايل متحمل مسؤوليه. عايزك بقى ايه الرساله اللي ممكن توجهها للجمهور؟ لا، الجمهور المتحامل على لعيبه النادي الاهلي او الثلاث لعيبه اللي احنا قلنا اساميهم، او الاثنين لعيبه سواء نيدفيد او محمد هاني. بالعكس يعني انا شايف الجمهور ما فيش، يعني الجمهور نفسه يكسب، ما فيش لعيب يعني. حتى كريم الفتره اللي قبل الفتره الاخيره دي كريم كان متهاجم بشكل كبير جدا، مش ممكن السوشيال ميديا يعني كانت لا الراجل يعني عليه هجوم بشكل غير طبيعي، لحد ما الكابتن حسام مشي من النادي ابنه كده، لحد ما الراجل لعب والراجل تعب واجتهد وكان مركز جدا. دلوقتي الناس كلها بتتكلم على كريم كويس، انت بتكبر كلاعب ان انت الناس تحترمك، الناس تقول لا انت شغال. يعني محمد هاني لعب مساك ولعب يمين، اصل هو دلوقتي لو هو مش مكانه مساك وهو المدير الفني محتاجه، مش هيقدر يقول المدير الفني لا. يعني يا جماعه الناس تفكر، وما كانش في اصلا عندك خيارات اساسا بالظبط. ما هو انا بقول لما مثلا لعيب بيلعب باك رايت او باك ليفت وفي ظروف اصابات وظروف غيابات، لما المدير الفني يحتاجك اول رد هتقوله له انا معاك في اي حاجه، بس ولو غير كده انت بتلعب في نادي كبير، يعني مش في نادي صغير، نادي كبير يعني، انت ما تقدرش تقول للنادي النادي الاهلي لا في اي حاجه، والنادي محتاجك دلوقتي. يعني قلت سليمان اللي اقول العب باك ليفت هيلعب، ولعب باك ليفت، ولعب اي حد هيلعب. يعني القصه ان انت اللعيبه دي لسه صغيره وتحملت مسؤوليه في وقت ضغط كبير جدا، ما فيش حتى القائد في الملعب اللي هو يعني كان الاول تلاقي زي ما قلت لك، انا ما كنت بلعب كابتن عماد، كابتن اسلام، كابتن بركات، كابتن ابو تريكه، فالناس كبيره، ناس كبيره تشيل يعني تقدر تلم الفرقه. لكن انت دلوقتي حتى عاشور يعني المفروض ده اكتر واحد خبره في الناس دي كلها، برضه اتصاب وبعد عن الفرقه شويه. شريف يعني كان عليه برضه ضغوطات كبيره جدا، فطبعا ما يعني اللعيبه ديت انا بشايف الفتره الجايه مع الاستقرار هيبقوا حاجه كبيره جدا. يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مباراه النادي الاهلي مع المقصه في مشوار الدوري العام. عايز اعرف رايك في مباراه المقصه، وبعديها عايز اعرف اكيد يعني شايف ازاي فرص النادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري العام. لا هو يعني دلوقتي الاهلي الحمد لله يعني كسب ماتشين وتعادل مباراه، فطبعا مع المدرب الجديد فدي حاجه بتدي له ثقه مع الناس اللي هي جت تضيف للفرقه. بتمنى ان شاء الله المباراه الجايه ديت مباراه مهمه جدا، ان الاهلي يقدر يكسبها بشكل كويس نتيجه واداء، وانا بتوقع كده ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكسبوا اداء. بقصة شايف ان هو خصم صعب طبعا او منافس صعب؟ ما بحبش المشكله مش منافس، المنافس يعني الاهلي دايما بمنافس صعب لاي حد يعني. طبعا انا كلاعب بيلعب، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت طبعا لعيب كوره واكيد جربت ان اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي هو ده الماتش اللي بيستناه من السنه للسنه. الناس كلها بص يعني انت نص الجمهور
اهلي والزمالك. الناس بتتفرج على الاهلي والزمالك يعني مش النص قوي. لا يعني الثلاث ارباع والربع يعني. لا انا بتكلم في ان يعني مثلا العب المقاولين والجونه غير ما العب الاهلي والمقاولين. صح يعني الناس كلها شايفه المباراه والناس كلها متابعه والناس كلها وانت كمان في ظل انت عايز تقدم نفسك بشكل كويس ان اللعيب ده لعيب كويس. حتى الصفقات اللي جت للنادي الاهلي جت من خلال ان انت الناس بتطلق قدام الاهلي والزمالك او ممكن انت مباراه واحده تفرق معاك في مسيرتك. فان شاء الله انا بتوقع كده ان شاء الله النتيجه تبقى اداء ونتيجه باذن الرحمن. يعني مشوار النادي الاهلي في الدوري شايف الاهلي قادر على يعني على الفوز ان شاء الله بالبطوله طول ما في منافسه يعني ما فيش مستحيل ودايما الاهلي عودنا على كده. هي الاهلي بس ان شاء الله ربنا يكرم كده ويعود للمستوى اللي احنا عارفينه. طبعا فترات كتيره جدا وسنين كتيره جدا كان الفروقات كبيره يعني 10 و12 والاهلي قدر يرجع وياخد البطوله. النادي الاهلي اكيد تعاقد مع صفقات جديده، النادي الاهلي تعاقد مع اجانب سواء يعني وجود طبعا اجاييه في البدايه وجيرالدو وغيره كمان في الدوري بشكل عام في اجانب موجودين وفي محترفين. عايز اعرف رايك في مستوى الاجانب في الفتره الحاليه، هتقيمه ازاي بشكل عام في كل الانديه المصريه؟ يعني هنقول اميازهم جون انتوي. هل اجاييه شايفه علي معلول؟ هل علي معلول ما ده اجنبي دول لسه لا دول راجعين. انت بتتكلم على الاجانب بتوع الاهلي ولا لا؟ بتكلم على الاجانب بشكل عام. لا اجاييه طبعا لعيب قدم نفسه بشكل كويس الفتره اللي كان فيها سليم. علي معلول نفس الموضوع طبعا، دولت لعيبه كبيره جدا. فلو عادوا المستوون زي قلت لك انا مكسب النادي الاهلي ان عوده اجاييه الماتش اللي فات شايفه مهمه. طبعا لعيب مهم في وقت انت محتاجه مع حسين الشحات ورمضان والناس اللي قدام، وفي ظل انت ما عندكش مهاجم مروان اتصاب وازارو عنده اصابه طبعا الدنيا صعبه خالص. يعني ده ممكن يحل لك انه ممكن يلعب راس حرب حتى لو وهمي شويه، بس عنده الامكانيه يلعب مهاجم صريح. سين كله يعني قريبين، اللاعب المصري قريب منهم قوي ممكن يفوقهم، في كتير لعيبه مصريه تفوقهم. يعني انا مش شايف اللي فيه مجموعه من اللعيبه الاجانب ماسب يعني باستثناء ازارو في الاهلي وعلي معلول وفي المقصه كده الولاد بتاع الاسماعيلي بتاع امبارح كان كويس، في شويه كده معقول، والباقي كلهم دون المستوى. مؤثره طبعا بدليل ان في لعيبه اجانب من هدافين الدوري في الوقت الحالي، عدد كبير منهم لتاني هداف الدوري في الوقت الحالي، في ناس منهم جايبين 6 اهداف وسبع اهداف زي وليد ازارو في النادي الاهلي، جايب كان منافس كان طالع هداف الدوري السنه اللي فاتت وحاليا بينافس برضه على هداف الدوري السنه دي. فهم ايام محسن صالح، ايام احمد عبد الباقي، مصطفى عبده، الناس اللي في الاهلي دي كانت في مدرسه الاهلي ما اشتراهاش من بره ولا بتاع. وشوف ابدعت وما فيش لعيبه لغايه النهارده بتلعب زيهم. ده اللعيبه في المدارس بتاعت الاهلي ومدارس الانديه في احسن من اللي بيجيبوه من بره. يا ريت الانديه تستعين باللي في المدارس وتستعين بمراكز الشباب واللعيبه اللي بيلعبوا في الحواري وفي القرى وفي الارياف احسن من اللي بيجيبوه من بره. بس امكانيات، هي عايزه امكانيات وعايزه حد يبحث بضمير. في اضافه منهم انما هم معظمهم كلهم بتبقى على حسب امكانيات، فهم لما بيبقوا في اضافه في لعيبه بتبقى كويسه بتقدر تستفيد انت منها كاداء فني واداء كويس، واللي ما بياخدش فرصه في يعني ما بياخدش فرصه في حتت معينه بالنسبه للانديه مثلا اهلي او زمالك، بيبقى في منهم كويسين في الانديه اللي هم اللي تحت النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه الكويسه دي، انما معظمهم بتبقى يعني شكليات. يعني في لعيب بيبقى في امكانياته كويسه بس ما بيعرفش يأدي في فريق كبير زي الاهلي او الزمالك. في لعيبه تانية بتبقى اللي هي بتبقى واخده حريتها زائد ضغط الجمهور، اما بيبقى بيلعبوا مثلا في نادي زي مثلا مقصه، طلاء الجيش، الانديه اللي زي دي المختلفه بيبقى ما فيش ضغط بتاع، انما الفرق بتبقى بالنسبه للاهلي والزمالك بيبقى في جمهور وضغط وبقى في ساعات تحملات على المدرب اللي هم بيبقى عايزين شكل اضافي اكتر، انما هم عامه يعني في منهم كويسين بيقضوا بالنسبه كويسه في الملعب. اداء الاجانب في الدوري المصري يعني هتلاقي 3 4 لعيبه 5 لعيبه 6 لعيبه يعني من بين مثلا حوالي 50 او 60 لاعب جايين هم اللي بيتشافوا. هل احنا برضك السؤال يفرض نفسه، هل جميع ادارات الموجوده في الفريق جميع الادارات الموجوده في الفرق في الدوري المصري ما عندهاش قدره على انها تختار؟